تمام يا فندم. انت اللي جابك هنا؟ عايزين منك ايه؟ دي بره الموضوع خالص، بلاش دعوه باي حاجه. انا دلوقتي بس صدقت كل كلمه بتتقال عليكم. انا عايز النيابه، عايز لجنه دفاع عن الحريات، انا عايز ابعت الاعراف رئيس الجمهوريه، انا عايز سم اشربه قبل ما اشوفها هي بتتعرى قدام عينيا. يا حبيبي يا حسن، قد كده بتحبني؟ بحبك ده ايه؟ ده وقت حب، ده دي داخله على مشرعها. نسى هناء، ممكن حضرتك تروحي دلوقتي، احنا مش محتاجين لك في اي حاجه. نعم. على انا الكلام ده؟ طب ما هي هتطلع من هنا تخش اوضه تانيه. يبقى افتح الشباك وبص عليها في الشارع، هتلاقيها ماشيه بكامل حريتها. انسه هناء، حضرتك جيتي هنا مكرهه ولا بارادتك؟ بارادتي يا حسن، عشان كنت عايزه اطمن عليك. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ الانسه طلبت انها تشوفك علشان تطمن عليك. انا هسيبكم مع بعض شويه. انت هتعملي لي فيها سين وجيم؟ مش كفايه سياده المقدم اللي عامل لي فيها جيمس بوند؟ اه والله خطيت له مسدس عامل فيه جيمس بوند وهو عامل نفسه ذكي، هو لا بيفهم حاجه على قده. خليك حلو امال. ايه في ايه؟ في كل خير. انت هتعمل ايه؟ عامل اللي نفسي ونفسك نعمله من زمان. احنا في أأمن حتة في البلد، نحن في أمن الدولة. لو كان عندي عربية كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل، لو جيت عندكم البيت أمك هتبقى قاعدة زي قرد قاطع. خلاص بقى يا حسن، كفاية كفاية. دي فرصة مش هتتعوض. حسن حسن كفاية، حتى يدخل ايه ده؟ بقى هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما هي بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ يا فندم. ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ حاضر حاضر يا فندم.
قبضوا على اللي حرقوا المصنع يا حسن. الله هايل. نروح احنا بقى؟ لا، انت هتنسنا شويه. هي الانسه ممكن تروح. عندك اقوال تانيه يا فرج؟ لا يا فندم. طيب امضي على اقوالك لو سمحت. نشكركم سيداتي انساتي سادتي، وننتهي بغلق التحقيق في قضيه حريق المصنع. هو التلفزيون بيصور؟ اي استجواب عندنا بيتم بالصوت والصوره، علشان ما حدش يخرج يقول ان انا اتعذبت او اعترفت تحت الاكراه. طب ما هو ممكن المتهم يخش اي اوضه ياخد الطريحه المظبوط، يخرج يعمل مكياج ويقف قدام الكاميرا عامل كده. في بعد كده نيابه يا حسن، ولا انت فاكر الحكايه جهجهون؟ نيابه. حرقت المصنع ليها كفره، ده في ناس كتير بتاكل عيش من وراه. احنا قلنا كل حاجه في التحقيق. يعني اعترفته؟ نصيب بقى. انت اسمك ايه؟ فرج ابو زيد. مين؟ فرج ابو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني ابو خطوه. شربيني مين؟ ابو خطوه. الاثنين دول اعترفوا بحرق المصنع؟ ايوه. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور، هو هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاتنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. انت يا دكتور، هو اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفيه، ورشوان هرب على اسكندريه. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. اسامي الاثنين التانيين ايه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقه انا كسرت اسالهم اصلي في الحلم. اوصافهم ايه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمه. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع تاني مرة. يبقى سلم لي على كل الاخوة اللي عندكم وحياتك، ها؟ وسلم لي على سيادة اللي هو كتير. مع السلامة. ألف حمد لله بالسلامة أبو علي. إيه الأخبار؟ أخبار زي الزفت على دماغك، كله من تحت راسك. ليه كف الله الشر؟ القهوة بتاعتك ما بقتش أمان يا معلم. إيه؟ كل كلمة بتتقال جوه القهوة بتوصل لهم، حتى كركرة الجوزة والبواري. القهوة بتاعتك مترشقة ميكروفونات. ميكروفونات؟ أيوه، ميكروفونات، ميكروفونات سرية كمان. خبر أشوح، ده على كده بقى أسرارنا كلها بره ومفضوحين. ميكروفونات؟ ميكروفونات سرية. يلا أخويا هو يلا، يلا شطبني. يلا حبيبي شطبني. يلا تشطيب، هات مربى. يعني يا اخويا هيكون عمل ايه؟ هيكون عمل ايه؟ ما تروح عمره خايب وانت خايب منه، بدل ما يقعد معاك في المحل هنا يروح يلبس مع الحكومه بره. انت مالك انت يا حشري؟ هو انت حاشر نفسك بكل حاجه؟ والله انت راجل فاشل يا اخي. انت راجل غبي. انا غبي؟ والله انت ظهور يا اخي، ده انت راسخ. الله 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 الله. Thank you.
في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ابيض. ايه يا فندم؟ زي الفل. لسه حسن بهلول شايل سيادتك؟ اتكل على الله واروح انا. مع السلامة يا حسن. أنا عايزك تشوف لي واحد من المشايخ علشان استشيره في حكاية الحلم ده. خلاص أخذ أمرك. وعايزك تراقب حسن بهلول بنفسك. اعتبر المهمة اتنفذت يا فندم. اتعرضت للبنت مش هجوزك ويعوضني خير ربنا في الشبكة. كاتب ثمنها عندكم؟ أنا قلت كده. طب وإيه اللي رجعك يا ضناير؟ إيه؟ عملت حسبتك من أول وجديد. لقيت ليك باقي جاي تاكل بيك؟ جرى ايه يا ماما؟ لا ما هو لازم نعرف راسنا فين ورجلينا فين. ما هي باينه زي الشمس. الراس تحت والرجلين فوق. اتجوز ازاي وانا من غير شغل ومن غير بيت؟ مش وقته، مش وقته يا ماما. اسكت انت. عمرك يا ضنايا ما هتلاقي وظيفه بسبب السابقه اللي عندك. ما فيش قدامك الا التجاره. حسن عمر ما حب التجاره. وفريدي حبيت التجاره. اتاجر ازاي وانا من غير راس مال؟ ولا اقف في الشارع اقول انا تاجر؟ تقوم الناس تيجي مداني فلوس على طول. جرى ايه يا ابني؟ في ايه؟ هو انت يعني لازم تبتدي كبير؟ طيب خلاص انا اسرح بنفترين بالي في الترميات. انا اقول لك انا بيع مناديل ورق في اشارات المرور. طب اسمع انت ليك عندي مشروع. وفري مشاريعك دي ليك انا ماليش فيها. كلامة الحلاقين كلها فيك يا ابن بهناتي. هتقول لي بهناتي والحلاقين؟ مالهم الحلاقين؟ اكل اكل ولا امشي؟ لا ما تمشيش يا حسن. ماما اكل ولا امشي انا؟ انا ما امشي بقى.